قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 9 فلسطينيين وأصابت العشرات جرى هجوم قوات الجيش الإسرائيلي المتواصل منذ يومين على مدينة جنين ومخيمها. وفي بيان لوزارة الصحة الفلسطينية أكدت من خلاله مقتل 9 فلسطينيين وجرح 100 آخرين بينهم 20 بحالة خطيرة. وفي ذات السياق أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استلام جثمان أحد القتلى من قوات الإسرائيلية في المخيم، وأكدت بأن طواقمها تعاملت مع 105 إصابات في المخيم. ودلعت مواجهات بين شبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي منذ يومين في مخيم جنين بالضفة الغربية إثر اقتحامه من قبل القوات الإسرائيلية، فيما لا تزال المواجهات مستمرة وسط تحليق مكثف لطائرات المروحية وطائرات الرصد التي لم تفارق سماء المنطقة منذ عمليات الاقتحام حسب ما نشره الإعلام الفلسطيني، حيث قوبلت العملية الإسرائيلية برفض عربي واسع. وعلى إثر الهجوم الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها، وجه دولة فلسطين رسائل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن العدوان الإسرائيلي على المدينة. ودعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي والعمل بشكل فوري على تنفيذ قراراته ذات الصلة. وطالب منصور ببذل المساعي للمساعدة في تخفيف حدة الوضع الخطير والعمل بشكل عاجل على تعبئة قدرات الأمم المتحدة لضمان حماية الشعب الفلسطيني، منوها إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين بأكثر من 1000 جندي مدعومين بالطائرات الحربية وقامت بقصفه بالمدفعية والذخيرة الحية. ودعا المندوب الفلسطيني المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في تحقيقها بشأن الوضع في فلسطين، مؤكدا ضرورة محاسبة جميع الجناة بمن فيهم جميع المسؤولين السياسيين والعسكريين والمستوطنين الإسرائيليين على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني. وخلال اجتماع للجامعة العربية على مستوى المندوبين لبحث الأحداث في جنين، قال مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية إن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إسرائيلية تحت أبصار العالم، مضيفا أن العملية الإسرائيلية في جنين تقلص فرص إحياء عملية السلام، كما أكد خلال كلمته أن الانتهاكات الإسرائيلية تدمر حل الدولتين، مشيرا إلى أن حل الدولتين يتحقق بقيام دولة فلسطينية ذات سيادة. اليوم جنين تذبح ولكنها تقاوم، تقتل وتنهض، تحرق وتكافح كما تفعل القدس ونابلس وغزة وحوارة وترمس عية وكل المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية، كلها فلسطين وكلها أهداف تسيل لعاب الشيطان وتستميل شهوة الشر والاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي. جنين ليست وحدها المستهدفة، بل المستهدف هو القضاء على النضال الوطني الفلسطيني وتقويض أي إمكانية لتجسيد استقلال دولة فلسطين، وذلك في سبيل تثبيت نظام الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي في كل فلسطين. وعلى إثر ذلك أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين، مشيرا إلى أنها عقاب جماعي للفلسطينيين لن يفضي إلا لتفجير الموقف. جاء ذلك في تغريدة له على تويتر أكد من خلالها بأن العملية الإسرائيلية العسكرية على جنين غاشمة ومدانة بالكامل، كما اعتبر أن قصف المدن والمخيمات بطيران
وتجري في المنازل والطرقات عقاب جماعي وانتقام لن يؤدي سوى لمزيد من تفجير الموقف. كما ناشد في تغريدته أنصار السلام في العالم بالتدخل الفوري لوقف هذه العملية التي وصفها بالمشؤومة والإجرامية.